كوكو الغزالة ديالي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمناكم كاملين يا ربي على خير وبخير في احسن الاحوال يا ربي، وكتدوزوا رمضان على خير وبخير ان شاء الله. اليوم جيتكم فيديو جديد، فيديو ديال روتيني قبل الفجر، روتيني التنظيف لوجهي وشعري ولو كور ديالي، كل شيء كيفاش كنعتني بنفسي قبل ما يأذن الفجر، باش كتصبحوا كي العرايسات وكتصبحوا فنين بشعركم بوجهكم بريحتكم بكل شيء. خليكم تبعين معايا هاد لا فيديو، تشوفوا الروتين ديالي انا كيف كندير وشنو كندير. راه مواد بسيطه ومواد عاديه ومتواجده في كل منزل، ماشي شي حاجه اللي صعيبه او شي حاجه اللي غاليه. اولا كنبدا بشعري، غادي ندهنو في الاول، بعدا ندهن الاطراف ديال شعري بالصاغوم اللي مورياكم في لا فيديو اللي كاين لتحت. اللي مازال ما شافش هاد لا فيديو ديال الزيت اللي وريتكم يشوفه. ولكن قبل غادي ندير هادي دلوريال السيف بديل الزيت، لانني كنت عاد خرجت من الدوش بشي ساعه المكانه او ساعه ونص، يعني محتاجه ندير هذا لشعري. هو الاول ندوزو على شعري كامل وعلى الاطراف باش ما يتضرر حتى شي حاجه، واخا ما ندير له لا ساشوار لا والو، ولكن كيعطي ريحه زوينه وكيعطي لمعه للشعر، وفاش كتسرحيه كيتسرح الشعر بسهوله. من بعد ناخذ السيروم ديالي ديال الشعر اللي ديجا هضرت لكم عليه في لا فيديو اللي قبل، اعتبطوا شويه غادي تلقاوه، غنخلي لكم في الديسكريبسيون ان شاء الله باش تشوفوا. راه سيروم اللي غزال من بعد الدوش كيحمق، هانتوما شفتوا. كناخذ هي شويه الاطراف ديال الشعر ديالي التحاته والجذور، هو ما كيزيد الشعر بالعكس، غادي يخلي لكم شعركم زوين وفيه ريحه زوينه. غنمشطو بالمشطه ديالي، بالاحسن تكون المشطه بحال هكا سنانها مفرقين، وغنمشط شعري كامل. في الحقيقه ما كنبانش، اما كنت كنبان غتشوفوا بزاف د الحوايج كثر وغتشوفوا حتى النتيجه، ولكن الناس اللي قرابين ليا وصحاباتي وهضراتي يشوفوا لي فيديو كنحطو بوجهي، غير هنا في اليوتيوب اللي ما تنحطش وجهي، وهما شافوا النتيجه ومعجبين بها وعجباهم. اكيد حتى نتوما تعجبكم ان شاء الله، واخا ما شفتوش النتيجه مباشره اتعجبكم حيت تجربوها في راسكم. هانتوما ان شاء الله غادي تشوفوا هذا الروتين كيفاش غادي تبدلو، وحتى المورال ديالكم غادي يتبدل. هنا راني كنسرح انا شعري مزيان باش نجمعو الفوق، نجمعو بالبنس ديالي الفوق بحيت نبدا الروتين ديال وجهي باش ما نقيش شعري عاوتاني بداكشي اللي غادي ندير لوجهي. غير جربوا البنات هاد السيروم غزال، انا في كل فيديو كتطيح لي الفرصه انني نقولها لكم كنقولها لكم، هانتوما شفتوا ما طاح لي الشعر، ميم نتوما عارفين بلي دايره بلاياج ومجهد بزاف، هانتوما ما طاحش الحمد لله يا ربي. ناخذ هادي ديالي باش نديرها على شعري باش ما نقيسوش، راه متواجده في لي بارفيوم غير كاينه موجوده، باش ملي كتبغيو ديروا شي روتين لوجهكم شي غوماج ولا شي حاجه ما كتقيسوش الشعر ديالكم والجذور ديال الشعر ديالكم. صافي هنا انا درتها، نبدا في الاول بوجهي، غادي نبدا بهاد الغسيل اليمين اللي كنت هضرت لكم عليه اللي غزال حتى هو وفن رائع للبشره، ما عدا البشره اللي جافه بزاف لا ما يصلح لهاش. هانتوما شوفوا شحال كندير، غير شويه كنديرو على وجهي كامل كنفرقو، ومن بعد كنبقى بحال اللي كنقومي وجهي ولكن غير بشويه، راه ما كيخرج لا روا لا والو. جهت الان في ضروري كيكون عندنا كيتجمعوا الاوساخ تما في الخدود ديالنا، جهت الموستاج ديالنا الجبهه ديالنا، يعني كلشي بشكل دائري باش كديروا حتى مساج للوجه ديالكم وحتى يديكم. انا ما كنساش يدي داكشي اللي كندير لوجهي كامل، لان اكيد الحاجه اللي تصلح لي لوجهي غتصلح لي يدي وما نخاف من والو.
لي ما عندهاش هذاك الخضر تاع هذا الزرق كلين كلير تا هو راه هضرت لكم عليه في فيديو، انا نحط لكم في الديسكريبسيون، حتى هو غزال. واللي ما عندهاش هاد الزوج غير هذا الصابون بلدي ديال 10 دريال، حتى هو دابا نحط لكم لا فيديو ديالو باش تشوفوا شحال مفيد وشحال غزال. راه 10 دريال متواجد عند العطار في اي بلاصه، غزال يعني. انا سهلت عليكم، اللي ما عندهاش هذا الخضر كلين كلير او الزرق يعني تقدر دير هذا الصابون بلدي، راه غير ب10 دريال، غتلقاو اختلاف كبير في وجهكم، غتلقاوه كينقي من عمق. ثقوا بيا، انا نحط لكم هاد لي فيديو في الديسكريبسيون باش ان شاء الله تلقاوهم قراب ليكم. راهم فيديوهات لي مفيده، غتستافدوا منهم بزاف وغينفعوكم لروتيناتكم. من بعد ما غسلت وجهي غندير هاد الصابونه اللي حتى هي ديجا هضرت لكم عليها في واحد لا فيديو، كتنفخ الخدود غزاله وكتحيد الرؤوس السوداء. غادي نديرها على وجهي كامل بشكل دائري، حب النيف ديالي بكل شيء، لان هذه صابونه ماشي ماسك، يعني تقدروا ديروا حتى النيف ديالكم تغسلوا وجهكم كامل، راه كتزول الرؤوس السوداء وكتنفخ الخدود، حتى هي متواجده غزاله سنه وريحتها غزاله حتى هي. دابا نخلي لكم لا فيديو ديالها في الديسكريبسيون باش يجيكم ان شاء الله كل شيء قريب، بس تعرفوا ان الحاجه اللي كنهضر لكم عليها اكيد كنكون كنديرها انا في روتيناتي ومعجبه بها وعاطيه يعني ريزولتا اللي زوينه ولاقي عليها استحسان بزاف وعجباني، داكشي علاش كنوريها لكم. بزاف الحوايج اللي عندي ما تعطينيش نتيجه او نتيجه غير مرضيه او نتيجه عاديه ما كنوريها لكمش، ما نحتاجش نوريها لكم لانكم ما عندكم ما ديروا بها. حنا عندنا الغرض بالحاجه اللي تلقاو عليها نتيجه، من الاحسن تكون نتيجه اللي بسرعه وفوريه ودغيا كتبان، حيت نتوما عارفاكم بلي كتقنطوا. من بعد كندير هذا الغسول هذا ديال النيله الزرقاء، غزال كيبيض، هانتوما شوفوا باش تعرفوا بانني كنستعمله، ولكن هذا النهار ما نديروش حيت انا عاد خرجت من لادوش وديجا كنت دايراه البارح، يعني ما يصلحليش نديرو حتى هذا النهار. هي وريت لكم اللي عندها او اللي هذا التشريح غزال كيبيض وكيصفي وكينقي كيحمق، انا ما درتوش حيت ديجا راني دايراه البارح. شي حوايج ما يمكنلكش تستعمليهم كل نهار باش ما يهلكوكش عاوتاني ويعطيو نتائج سلبيه ونتائج غير مرضيه. كاين الحوايج اللي خاصك كل نهار، وكاين الحوايج اللي خاصهم يومين في السيمانه، وكاين الحوايج خاصهم 3 مرات في السيمانه. خاصكم تتبعوا فاش تكونوا متبعين شي فيديو، تتبعوا مزيان. من بعد نحك سنيناتي بطونتي فريز ديالي كولغيت كيما قايله لكم، هي دابا ما درتش الملحه، غندير واحد الحاجه اللي كتزول الرائحه الكريهه من الفم. هذا البنات وتا الدراري، انا مأكده بلي تا الدراري تيتصنتوا لهاد لا فيديو وكيشوفوا حتى هو عندهم منفعه فيه، علاش لا، مرحبا بهم. اللي كيبغي يتهلا في راسو ونقيقي اكيد كيعجبو بحال هادشي. ها نتوما هذا ديال زيت القرنفل غزال، راه عند العطار داير ب15 درهم، ريحته ماشي زوينه، وانما الا كان عندكم شي حريق في الضرس ديالكم او في السن ديالكم او الحريق في الاسنان ديالكم راه كيزول الحريق، ثقوا بيا. ديروه بالقطن وهكا باش ديروه مع دونتيفريس ديالكم على حساب الرائحه، ما كتبقاش الرائحه كريهه في الفم ديالكم، كينقي الفم. هانتوما شفتوا غير قطيرات كندير راه ما بانولكمش، وكنحك سناني عادي راه كيدواز. نحك سناني مزيان وحتى اللسان، راكم عارفين الطريقه باش كنحكو سناننا، كتصبح ما فيكم لا ريحه لا حتى حاجه بالنسبه للناس اللي خدامين، بالنسبه ليكم لراسكم لعائلتكم ما تتصبح حتى شي حاجه. فريمون غزال كيحيد الريحه، انا عاد اكتشفته وقلت نوريه لكم، راه صالح بزاف. سيروا خدوا زيت القرنفل وبقا ديروها مع دونتيفريز ديالكم، راه غزاله السنان والحرق قياس الخير. اللي عنده الحرق يديرو، راه ما كيبقاش الحرق في السنان. صافي غنشم الفم ديالي عادي، عرفتي راه كيكلخ الفم. انا درت هنا حتى كنت توضيت ساليت حارت جمعت الدغات، ان شاء الله هنا كنتبقى لي واحد 30 دقيقة في الثلاجة باش نبدا صلاتي. باش نبدا صلاتي يعني ما نعاودش نقيس في سناني، ما نعاود ناكل والو، ما غاديش نعاود نقيس في وجهي، يعني ديجا مضيه صافي، بقات لي هي الصلاه والنعاس ان شاء الله.
هذا غزال، انا كنصحكم به، اللي عنده الحريق واللي باغي الرائحه الكريهه تزول من الفم ديالو. غزال كيحمق ورخيص بالنسبه للثمن، ماشي غالي، 15 درهم، زوينه وكيدوز. من بعد ناخذ فيران دو لافلي ديالي اللي ديجا هضرت لكم عليها في واحد لا فيديو، اللي هي غزاله كترطب وكتصفي الوجه وكتحيد لاطاش وما كتخليش الكلف، ما كتخليش الطبايع، وكتعطي لون موحد للوجه، ومام الحبيبات كتزولهم مع الوقت. فرقت على وجهي كامل والعنق، ديما ما تنساوش العنق ديالكم في اي حاجه، في اي حاجه عطيتها لكم كنقولها لكم وجهكم راه ديروها لعنقكم ويديكم، عمركم تنساو العنق ديالكم مع الوجه ديالكم، لان خص يكون لون موحد وبحال الوجه بحال العنق. درتها في العنق ديالي وفي الوجه، كنخدمها بشكل افقي. شفتوا القاعده اللي فيها، الحاجه اللي كنديرها لوجهي كنديرها ليدي، حيت ما كنعرف راسي ما غيوقع لي حتى حاجه ليدي، يعني لا ديري لوجهك اللي وجهك ما غتخافيش على شي حاجه من يديك. صافي نحيد هذه لانني ساليت من الروتين ديال وجهي. نعاود شعري باش يبان لي وجهي، وغادي ندير ما ورد اللي ديجا حتى هو ذكره لكم في واحد لا فيديو، اللي هو غزال. هذا من اين بلاد يا ربي، واحد البلاد الامور زازات، جابتو ليا صديقه ديالي. غزال كيحمق، كنرشو على الوجه ديالي من بعد ما درت فيران دو لافلي، وغادي ندير مساج خفيف بشكل افقي وشكل دائري باش كيدخل الوجه، وكتسمى كيخليش الوجه فيه التجاعيد وفيه داك يعني الوجه مجعد او كيبان فيه السن ديالو. حركات زوينه كدار بيه، ديما ديروا مورد في وجهكم وديروا حركات وجهكم بالحق بشكل افقي، ما تهبطوش ديما حركات الوجه خصكم تطلعوا. من بعد ندير البلام ديالي ديال بارفان اللي تيخلي الريحه غزاله وتتبقى معاك الليل كله، وكتصبحي هكاك بالريحه زوينه والريحه فيك. هانتوما كيدار، راه ديجا حتى هو ذكرها لكم في واحد لا فيديو، كيدار فين كاين النبض، فين عندنا النبض، فين كاين جهه القلب، العروقه، في مور ودنينه، الحاجه اللي فيها النبض اللي غادي تخلي لك ريحه، ما حد النبض كاين وداك الريحه زوينه هكاك مطلقه، ريحته كتحمق. تمنيتكم تشموها، غزال غزال كيحمق. هذا من بعد ناخذ شنو نقول لكم عليه، راه ديجا دايره لكم في واحد لا فيديو، كيرجع الخديدات حمر والشنيفات حمر بحال اللي دايره الماكياج، وكتصبحي هكاك داكشي علاش قلت لكم تصبحوا بحال العرايسات، اللي هو مصوب غير من الزيت اللي عندكم، زيت جونسون ولا زيت، المهم الزيت اللي عندكم اللي ما فيهاش الريحه، زيت الجليسيرين، وكديروا معاها شويه ديال مع شويه ديال العكر الفاسي، حتى هو راه دايره لكم فيديو عليه خصيصا، راه كاين ما بين لي فيديو ديالي كيفاش تصوبوه، راه كيرجع البنت غزاله مع فيران دو لافلي، والله ثقوا بيا لا تصبحوا فيه، وكي العرايسات في الصباح ما كتحتاجوا حتى حاجه غير انكم توضاو وتبداو شغلكم، او توضاو تصلاو وتمشيو لخدمتكم، يعني تصبحوا زوينين، ريحتكم زوينه، وجهكم زوين، شعركم مشوط مزيان، ما تتصبحوش حتى ما غير في هادشي كاع، وكيعجبكم راسكم وبزاف الحوايج، يعني كاينين بعد هذا الروتين هذا المورال كيكون طالع. هانتوما شوفوا يدي هذوك اللي صوبت بيهم كيفاش كيرجعوا حمر وما تنزلوش بالماء، اتصبحوا هكاك الخديدات ديالكم حمامرين، ومين غادي تتوضاو الصلاه او تغسلوا وجهكم في الصباح والشفاء راه ما يجيش يبقى هكاك، يعني ما تحتاجوش تاخذوا الدنو في رمضان كاع، ما ديروا لا بارفان لا ديودورون لا كلشي، غادي ديروه دابا قبل الفجر وكتصبحوا كي العرايسات. هانتوما الفوطه ديالي صافي، لانني نشفت غسلت يدي مزيان، واخا بقاو يدي من تما حمر ما خرجوش في الفوطه، لانه صافي دخل مع الجلد ديالي، كيبقى كيدوز حتى 24 ساعه، فريمون غزال كيحمق. ديروها البنات راه كيرجع لوجهه كيحمق. ها انا دابا درتو، عرفتو البنات كون شفتوني كون ضحكتو عليا، كثرت كثرت درت بحال لا غنو، كثرت بالحق جيت زوينه، واخا كثرت ماشي مشكل. اش غندير، يدي غلباتني معا كنصور لكم، يدي غلباتني في الهزه ديالو، خصكم تهزوه شويه. ديودورون ديالي ديال هاد الشله هو اللي كندير دابا، لانني غير في الدار كنحتاج 24 ساعه. بارفان ديالي مرودنيه، وفي هذا انا نريحكم حتى نتوما بيان سور بالصحه والراحه،
يعني كتصبحوا عنقودكم ما كتضربوا تمارة في راسكم، في الليل كديروا كل شيء. هذا الكريم ديال يديه ديال مادونا، عرفتوا البنات الرويحه اللي فيه، راه كان دايرين فيه صولد في مرجان، ريحته كتحمق كتحمق كتحمق. كدهنوا بهم يديداتكم ورجيلاتكم، ريحتهم غزالين، كيرطبوا كيحيدوا الشقوق، وكي فيه بحال ريحه الورد كما شفتوا غزال. كديري مساج ليديك وحتى رجليا، راه غنصوبهم هي ما غيبانوش، ما غنبينهاش في لا فيديو لان شي حوايج فيا ما كنبينهمش. وانا رجعت عريوسة في الحقيقه، والله تبارك الله، هي هذيك غنصبح، هي هذيك المغالاه يصبح هو هذاك. اتنعسي بالريحه زوينه، شعرك مشوط وجهك زوين، اتصلي صلاتك وغتنعسي. كاينه شي راحه اكثر من هكا؟ غير قولوا لي، ما تلقاوش شي راحه اكثر من هكا، والله ما تلقاوها. مع راسكم مع الله سبحانه وتعالى، وناعسين في راحه الله. الله يبيتكم كاملين في راحه الله، والله يخليكم ديما فرحانين ويعطيكم ما تمنيتو في خاطركم، يجعلكم عريسات في الجنه دائما يا ربي. شكرا للتتبع ديالكم لا فيديو ديالي، لهلا يخطيكم عليا، واللي ما مابونيش معايا يحاول يدق جرس ويتابونا معايا. مرحبا بكم والف مرحبا، تزيدوني نور على نور. كنتمنى يكون الفيديو عجبكم، والله يبيتكم في راحه الله. بسلامه.